السلام عليكم خوتي، نهاركم مبروك بالصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي. كي دايرين؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي داير جوكم خارج الوطن وداخل الوطن؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير اخوتي. والله الا خوتي اللي يعرف هاد الطويجنات هادو الشماليين، هذا دابا راه صغيور غير تيبان كبير، عرفتي كيجي فيه الطياب غزال والصحي وحق الله العظيم. وهذا الطاجين على فكرة بدون لحم ولا دجاج، هي السلاوي مع مطيشه والبصله والتوابل، شويه ديال الفلفل الاسود، زيت العود، شويه سكنجبير، واحد شويه ديال الزعفران الخرقوم البلدي وزيت العود اكيد صافي، وتويمه شي جوج تومات مقطعين وبصيله صغيره وبلا لحم، هائل كيجي لذيذ لذيذ لذيذ، يعني ما تسخاوش بيه. والله هذا خوتي صحي ونفضلكم، ما كيحرقش بتاتا، واش كيشيط ولا شي حاجه، كدير له العافيه من التحت تكون مهيله هي الشميعه صافي، وكيطيب على المهل وكتغطيه كتغطيه وتخليه يتكتك على المهل وكانه طايب باللحم ولا الدجاج. هذا خوتي راه بلا لحم بلا دجاج، سمعتيني؟ هي السلاوي ومطيشه والبصله والثومه والتوابل وزيت العود، حق الله العظيم هائل هائل هائل، كيجي غزال غزال، ماشي الا كان اللحم وبنادم شويه يشكل اللحم اللحم. ايوا هادشي اللي كاين اخواتي، نفضلكم طيبوا فيه، راه طبعا الناس عارفينه ولكن كاينين شي مناطق شي بلدان اخرى ما كت يعني ما عندهاش هاد الفكره ديال هاد تعطلهم التاجرات الشماليين صغار، راهم يبقى 10 دراهم اخواتي، 10 دراهم 14 درهم كاع، هادشي اللي كاين هذا ثمنهم، ياكلوا فيه حتى جوج الناس هذا، ولكن فرد واحد هذا زعما من الاحسن يعني شخص واحد جوج الناس شويه يكون خصو يكون زايد شويه هكا كبير شويه صحي جدا. ايوا دابا غادي نخليوها خوتي يطيب على المهل العافيه قليله، تخليه تيطيب على خاطر خاطرو من داك الشرف كيجي. ونهاركم مبروك ودمتم في رعاية الله تعالى وبركاته، إن شاء الله بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي.